بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل ان انت عندك آلة زمن او هتمشي بسرعة اعلى من الصوت زي سوبر مان وفلاش والحاجات ديت. طيب اللي رجعت مثلا لورا هترجع لمين؟ معرفش، انت ممكن ترجع مثلا لايام قبل ما يحرموا الحشيش وتشرب براحتك ولا ايه؟ بس خلينا نرجع بس لمجرد 5 سنين كده، ايام احداث يناير، او سنة، او 3 سنين 4 سنين ايام احداث 30 يونيو، تمام؟ وقعدت معه اكتر شخص تعرف ان هو مش واخد فلوس من اسرائيل ولا من كوريا الشماليه ان هو يقول رايه معايا. قعدت مع نفسك وبدات تفتحوا مواضيع، ولقيتوا في موضوع مختلفين فيه، يعني في 100 موضوع متفقين وموضوع او اتنين مختلفين فيه. على طول زي ما احنا متعودين في نقاشنا الظريف اللطيف لازم اتهمه بان هو عميل وان هو شاذ جنسيا وان هو قابض وان هو يعني ان هو ما يعني عبيد لكذا، او يعني لازم اديله شويه تهم بحيث ان انا اغلفه وان الشخص ده ما تسمعلهوش، الشخص ده مأجور. مع ان انت عارف ان هو مش كده، بس مش قادر تتقبل ان، او انا مش قادر اتقبل ان في واحد تاني يبقى ليه رأي اخر غير رأيي. اكيد الراجل ده ما بيفهمش ودماغه ممسوحه ومسلم دماغه لحد تاني ومركب بداله جزمه قديمه وحاجه زي كده. مع ان هي الفكره كلها ان كل واحد بيبني رأيه على تجارب شخصيه او على قراءاته او على المناقشات، او يعني ممكن انت تكون شايف ثورة 23 يونيو او يوليو كانت كويسة جدا، واحد تاني شايفها اسوأ حاجة. هو ليه اراء هو كونها من خلال المناقشات، وانت كونتها من خلال المناقشات مع ناس تانية او من كتب قريتها، وهو قرأ كتب فاقتنع بحاجة تانية. فلازم يبقى في مساحة من الحوار، لان مش لازم يكون هو متخلف عقليا عشان هو جرؤ ان هو يختلف معاك في الرأي. على سبيل المثال انا مثلا، خلينا ناخد انا آلة الزمن واروح واقول لك على موضوع حصل حقيقي. كنت انا بكلم واحد صاحبي، كنت لسه اشتغلت، وكان ليا واحد قريبي شغال عنده حاجة معينة ومعاه الصنايعية شغالين، هو مش بيشتغل بايديه، تمام؟ هو قاعد بيهزر، الناس بتجيله ضيوف ويقعد معاه، هو قاعد طول اليوم في المحل بتاعه ومعاه الصنايعية شغالين، هو بيقعد بس يتكلم مع الناس كده وخلاص، عامل قعدة حلوة كده. فانا كان رأيي ان هو لا، يشتغل بايديه على الاقل ياخد باله من الشغلانة وهو يبقى عارف كل حاجة وما ينساش الصنعة بتاعته وحاجات زي كده. كان ليا صديق بيتكلم معاه فقال لا، ده هو صح اللي يعمله كده، ان هو ما يشتغلش بايديه، لان هو خلاص وصل لمرحلة معينة، انت بعد ما بتخلص شغل بايديك لازم تشتغل بإدارة وتفكير. بعد 2 سنين اشتغلت، فقعدت مع صاحبي بقول له صدق انت صح، المفروض ان هو فعلا ما يشتغلش بايديه وان هو يقعد يراقب الشغلانة، ده افضل، لان هو كده هيكتشف المشاكل بتحصل فين ولو في غلطة، انما لو شغل بايديه مش هيكتشف ان في مشكلة. قال لي صدق انا اقتنعت لما اشتغلت بالعكس، ان هو المفروض يشتغل بايديه، لان هو بعد فترة هينسى الشغلانة، لان ممكن يكون مثلا مهندس مثلا وشغال، وبعد فترة من الاعمال الادارية خلاص نسي الهندسة، فمش هيقدر اصلا يراجع عليهم في الشغل بتاعهم. فبعد 2 سنين رأيي رجع للرأي تاني، هو في نفس الوقت خد رأي تاني، الرأي اللي انا كنت مقتنع بقى. في كل ما نتقابل سبحان الله يفتح الموضوع، فافاجئ ان انا رايي بقى زي رايه المره اللي فاتت وهو بقى العكس بسبب التجارب والحاجات دي كلها. الشاهد من الموضوع حاجتين، ان انت لازم تتقبل الراي الاخر ما تتموش، ولازم تديله فرصه من الحوار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا جاله عتبه بن ربيعه وقال له يا ابن اخي، انت جيت قومك بامر عظيم، فرقت بجماعتهم وسفهت احلامهم وعبت الهتهم ودينهم وكفرت بما مضى من ابائهم، فاسمع مني اعرض عليك امورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعدها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قل يا ابا الوليد اسمع. احب اسمه، كان هو عنده ابن اسمه الوليد وكان بيحب الاسم ده قوي، فراح اي كناه، كانت العرب بتحب الكنيه، كنيه حين اناديه ولا القبه وشؤم في اللقب. فقال له يا ابن اخي، لو انت عايز فلوس هنديك، لو انت عايز شرف سودناك علينا، ان كنت تريد ملكا ملكناك، ولو انت عندك جني هنعالجك. وقعد يتكلم كلام ممكن يكون فيه بعض الخربطه، الرسول صلى الله عليه وسلم سابه لحد ما خلص كلام، ما قالش لا ده هو كافر وانا مسلم فلازم هو اللي يسكت وانا اسمع زي ما بنشوف في البرامج الحواريه، لا سابه لحد ما خلص. ولما خلص خالص قال له افرغت يا ابا الوليد؟ قال له نعم. قال له فاسمع مني، وراح تلا عليه بعض ايات من القران. فسبحان الله عتبة بن ربيعة بقى يعني اندهش وراح للقوم. بس الشاهد من القصة ان هو سمعه. الحاجة التانية ممكن نستفادها من الكلام، ما حدش يخاول الاخر، ممكن الاخر ده يكون
مؤيد لحاجة انت ضدها تماما، بس هو مبني على حاجات معينة. يعني هو شايف ان الحاجة دي في مصلحة معينة في كذا، فلازم اسمعه لحد ما يخلص خالص. ممكن يكون هو عنده آراء صح، مفيش حد ليه أجندة أجنبية أو حد ليه عمالة أو حاجة زي كده. يعني أنت بتتكلم مع واحد صاحبك، مش بتتكلم مع وزير يعني، هيكون. فلازم نتقبل الآخر، ولازم نسمع بعض، ولازم تعرف إن الآخر ده هو أنت، وربنا يشرح قلوبنا ويعني يجمعنا مع بعض في الجنة بإذن الله.